مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم معنا وفينا في حلقة جديدة وفي أولى حلقات هذا الأسبوع من برنامج حصن نفسك. دائما من اثنين حتى الجمعة، من الواحدة حتى الجوج. معنا اليوم الأستاذ فؤاد فرقاني الإدريسي، متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. السلام عليكم أستاذ. مرحبا. سلام سلمى، مرحبا بك أختي. مرحبا أستاذ، وتحية كبيرة لكل الأوفياء شذا يفهم كل مستمعين سواء داخل أو خارج المغرب اللي دائما كيتواصلوا معنا من خلال الأرقام التواصلية 0522 30 10 0522 30 10 30 55 65، رقم الاس ام اس 5566. ثمن الاس ام اس طبعا هو 6 دراهم، او ايضا كيتواصلوا معنا من خلال لوسي ديالنا www.shadafm.net او .ma. مرحبا بكم معنا، ممكن ايضا طرحوا الاسئله ديالكم عبر الفيسبوك سواء صفحه شدافم او صفحه حصن نفسك. طبعا استاذ، كنا تكلمنا في اخر حلقه على الرقيه الشرعيه، التعريف ديالها وطريقه الاستعمال، ومازال غنواصلوا في الموضوع. نعم اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك ربي لا علم لي الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم. اما بعد، الاخت سلمى تكلمنا على يعني الرقيه الشرعيه بانها هي في الاصل دعاء وتقرب الى الله عز وجل، وذكرنا الايات اللي خصي يستشفى بهم المريض. نعم. ويتبرك بهم طلبا للشفاء. لكن أغفلت أو أغفلنا جانبا مهما في هذه المسألة، وهو دائما الإنسان يعني لما يصاب بمرض روحي يعني يرقي نفسه بآيات قرآنية وتعودات نبوية واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن يعني هو عند الرقاة، يعني يرقون بكتاب الله عز وجل وبالأدعية وكذا. نعم. فبالتالي يعني خصنا نفهموا شنو هذا الكتاب وشنو هذا القرآن اللي كانت عالجوا به. أولا يقول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك صدق الله العظيم، وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه. نعم. يعني حتى انه كانوا يستغشون ثيابهم وكيديروا الاصابع ديالهم في الاذان ديالهم باش ما يسمعوش كلام الله عز وجل. كما قال الحق سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. يعني ملي تتلى عليكم كتاب الله بداو تكلموا وقولوا كلام غيره باش ما تسمعوش ليه، ويعني وما يعني ما تحسوش بهذاك الايقاع ديال كلام الله عز وجل على القلوب ديالكم. فهذا من ضلال المشركين. فكانوا اذا تلي عليهم القران اكثروا اللغط والكلام حتى لا يسمعونه. فهذا من هجرانه، وترك الايمان به من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه كذلك من هجرانه، وترك العمل به من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو من هجرانه كذلك. فيعني احنا بغينا نقرب المستمعين وجميع الناس اللي كيعانيوا من الأمراض الروحية وغير الأمراض، أي إنسان يعني ما عنده حتى مرض والكذا كيف يتعامل مع كتاب الله عز وجل. وكنت أختي سلمى يعني في الحلقات السابقة ويعني منذ أن بدأنا في هذا البرنامج ديال حصن نفسك أقول دائما يجب علينا أن نقرأ كتاب الله على مراد الله من كتابه، ولا نقرأ كتاب الله على مراد أنفسنا من كتابه. فهنا العلة. ثم بالتالي يقول، ويقول الحق سبحانه وكفى بربك هاديا ونصيرا إذا تتبعنا كتابه سبحانه وتعالى. كذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هكذا. ومن المعلوم أن الشياطين إذا قرأ القرآن أو نودي بالآذان أو ذكر الله انصرفوا. فهنا يعني إذا تتبعنا الأخت سلمى هذه الآيات وهذا يعني مسألة دي الشياطين أنها تفر من المكان الذي يوجد فيه القرآن أو يتلى فيه، والمكان الذي يرفع فيه الآذان، أنها تنصرف في التو وفي الحال. فهنا نرى الأخطاء الشائعة التي تحصل عند المرضى المصابين بالأمراض الروحية وعند الرقاة. فهنا هذه هي المشكلة يعني اللي كنطيحوا فيها بزاف. هنا يعني دائما عادة أنا لما يأتيني المريض أهيئه نفسانيا وأقول له أول شيء قبل أن استفتح الآيات ديال الشفاء، أقول له
اذكر معي قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهنا لعل للتعليل، لعلكم تأتيكم الرحمة والشفاء. فإذا هنا هيئنا المريض للاستماع إلى كتاب الله، بخلاف يعني في مجالس الرقاة آخرين تتلقى الإنسان من اللي تقرأ عليه كتاب الله كيبدأ كي يجداب ويتحيار ويغوات ويسب ويلعن، فأين احترام كتاب الله؟ هذه مسألة. هنا يعني غادي نبداو نشوفوا الخلل كيفاش كيوقع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هنا تأتينا الرحمة والطمأنينة والشعور بالإحساس يعني بالسكينة وكذا. ولكن إذا كان غيره غادي يكون والعياذ بالله هنا يعني كاين موقف ديال المهزلة والعياذ بالله. لما ذكرت الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات إليه. نعم. فهمتي أختي؟ عند تلاوته إعظاما له واحتراما لكتاب الله عز وجل، لما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قلوبهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. إذا نحن باش تفترقنا على الناس في عهد رسول الله، احنا مسلمون لكن الآخرين كانوا كفار ولغوا في كتاب الله ولم ينصتوا إليه، فنحن الآن اتخذنا كتاب الله مجددا مهجورا، واتخذناه غاية وتخطيناه في الفيترينات وحطيناه يعني للغاية. وقت ما ألم بي ألم أو حسوا بإحساس ما يعني شعور كدار أن ينتابني شعور أن في كذا ولا كذا، أحمل كتاب الله ومشي سورة الجن أو سورة البقرة أو كذا. فهنا أختي سلمى غادي نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات، إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى غادي نبدأ نعرفوا شنو المعنى دي سورة الفتحة اللي كرقوا بها، شنو المعنى دي الفواتح البقرة، شنو الإيمانية بالغيب كذا كي يحصل العلاج. ثم بالتالي لو سلمنا جدلا أختي أو افترضنا جاء إنسان يريد أن يعتنق الإسلام، نعم، ومر بمركز من مراكز الرقاة مثلا على سبيل المثال، ووجد ونجد أن في الرقية الجماعية كاين الناس اللي كيبداو يسمعوا كتاب الله وداك الشيء يتأثرون في هذا. هل يتأثرون بكتاب الله؟ لا، ما لا يتأثرون إلا بالإيحاء، بالإيحاء فقط. فتجد الرجل يخرج يعني مسرعا، وهناك بلغني أن حالات كاين الرجال اللي خرجوا كيجريوا العيالات كتصدمهم الطوموبيله يعني من شدته، وهذا حصل وواقع. فإذا هذا مثلا إنسان جاء يعتنق الإسلام ثم جاء غادي يبغينا يعرفوا، مر وقال لهم هذا السيد ماله، قالوا لي راه كان كيرقي واحد الرقيب كتاب الله، هل عليك بالله هذا الإنسان غادي يكون عنده قابلية بيسمع كتاب الله؟ غادي نعطيه صورة على كتاب الله أنه اللي تقرأ عليه غادي يطرى ليه مشكلة وغادي يبدأ يغوات وغادي يتصرع ويبان فيه كذا ويبان فيه. فهنا نحن نعطي صورة قاتمة والعياذ بالله مشوهة عن كتاب الله. نعم. فلو الناس أدبر الحالة ديال كتاب الله في الرقية واستمعوا له ورعوا الأسماع ديالهم يحصلوا الشفاء، وما غاديش يكونوا عندنا الناس اللي كيصرخوا في الرقية، وما غاديش يكونوا عندنا الناس اللي تيغوتوا. علاش؟ لأنهم مصداق لقول الله عز وجل: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن. أحببت أختي سلمى أن أذكر هذه الأشياء قبل أن نمر إلى التشافي أو الاستشفاء بآية الله. لازم نعرفوا هذه العلل عاد باش يحصل عندنا الشفاء. نعم. باذن الله عز وجل. انا اقرا القران ولا اقيله ولا اعير له بالا والعياذ بالله فاصبح القران مهجورا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني ان الشيطان يئس ان يعبد في ارضكم هذه، ما يئس في البلد الامن الحرام، ولكن ان يطع فيما سوى ذلك يطع. غادي يدوز لكم من محقرات الامور، داك الحوايج اللي كنحقروهم هو ملي غيدخلنا ابليس نعلط الله عليه. نعم. فهنا جاء داك الاستصراخ بالاضرحه وكذا، وكيقول لك سمال انا مشيت السيده كنزورو وانا كنذكر الله بغيت كذا، ثم بالتالي ملي كيبدا كيبكي، هل هو يبكي حبا في كتاب الله ويتأواه ويصرخ ويلعن ويسب الراقي وكذا وكذا؟ والله ما هي الا حاله نفسيه شحنه بها الراقي عن طريق الرقيه الجماعيه واصبح يتفوه بهذه الكلمات عياذ بالله النامية والخارجة على الوضع الأخلاقي. نعم. فبالتالي نحن هنا أصبحنا
نضع القرآن في محل الهجران كما قال الرسول. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المشكلة هذه مطروحة، وسبحان الله الأمة الآن يعني أصبحت تهجر القرآن بهذه المعتقدات وبهذه الأساطير الخرافية. ووجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر مقتدون، والعياذ بالله لا تبعنا الجدة شقالت وكذا، وحتى أصبحنا من الأشياء اللي هي يعني متداولة في الأعراف ديالنا، وفي في 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 يعني في يعني من خرافة ومن الموروثات يعني الخرافية وكذا والأساطير، أصبحت عندنا تشريعا، ونسينا كتاب الله عز وجل. وهو الكتاب الذي نزل للتدبر، نعم فهمتني، وللعمل به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يحضرني هنا حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تأثرا بسماع كتاب الله، يعني سمع كتاب الله القرآن. ويعني فعن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود كان من حفاظ القرآن، وأقره الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءته، وأجازه من صره أن يأخذ القرآن غضا نديا فليأخذه على أم ابن عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه رضي، يعني كان يقرأ القرآن كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ابن مسعود، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: يا قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إلى رسول الله كما يقول ابن مسعود، فوجدت عيناه تدرفان من الدموع، صلى الله على رسول الله. يعني الأخت ما شاء الله، هذا هو القرآن، هذا سيدنا رسول الله. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا من يدخل علينا إبليس، وهنا من هذا هو التلبس إبليس الحقيقي. لما كنت أذكر أختي سلمى في حلقة سابقة، وكنت أفهم الناس وكنت أراعيهم وأراعي قلوبهم ومشاعرهم، ودائما بغيت نخرج منهم بهم من المتاهات ونخرجهم من دوك اللوجج اللي دخلهم فيها، يعني مفاهيم مغلوطة عن الرقية وشوهوا سمعة الرقية، دائما كنجرهم إلى الطريق الصحيح وإلى الصواب. ونقول: اقرأوا كتاب الله على مراد الله من كتابي، ولا تقرأوا كتاب الله على مراد أنفسكم من كتاب الله. ثم بالتالي القرآن رحمة وليس عذاب للمريض، فبالتالي هنا حتى نعالج به الأمراض النفسية. الطب النفسي أختي سلمى، أذكر وأقولها بملء فمي، عروس البارحة مخاضها جديد ما زالت فيه إلى يومنا، ظهر في القرن 19، ما زال فيه هفوات، ما زال يتمخض. عروس البارحة ما زالت في مخاضها الأول. الطب النفسي أقولها بملء فم. فالعلاج الحقيقي الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. وسنذكر في هذه الحلقات إن شاء الله إن كان في العمر، سنذكر بإذن الله عز وجل، سنذكر الاستشفاء بآيات الله عز وجل. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أكثر من 185 مرة النفس، هذه النفس البشرية، كيف العيش ديالها، كيف النمط هذا، كيف كذا. فسبحان الله غادي نبداو نذكروا هذه الأشياء كي لا نصل إلى الأمراض النفسية، نعم، وتودي بنا في الأخير إلى الإحباط النفسي أو حالة الاكتئاب والعياذ بالله، ونوصله ما لا تحمد عقباه. والأمة الآن الكثير فيها يعاني، حتى في الأمم الغربية بكثرة، لكن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعني ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أرجعوا إلى نقطة أخيرة قبل أن تستقبل أي مكالمة أختي سلمى، بارك الله فيك. ألا إذا الرقاة استشعروا كتاب الله عز وجل وهيئوا المريض لسماع كتاب الله في جو يعني صافي خالي من أي تعصب من أي شيء، وهيئنا المريض، لأن شوفي أختي أذكرها ومرارا تكررها، المعالج الراقي هو مرشد الروحي لا أقل ولا أكثر، كالطبيب النفسي. الطبيب النفسي عنده اختصاصه باش يعطينا أدوية لتصحيح العرقلة والخلبطة واللخبطة اللي وقعت في الناقلات العصبية. أما الراقي مرشد الروحي يربط العبد يربط صلة العبد بربه، يرفع من إيمانيته، هذا هو الراقي. وإلا غادي نوجدوا ناس والعياذ بالله نوديو بهم الحالات نفسية وانهيارات عصبية، وأسأل الله اللطف. وقلت في أول مرة أختي لما جئت إلى هنا، قلت: ضاع المريض النفسي أو المريض الروحي، ضاع ما بين الطبيب النفسي وما بين الراقي، وأسأل الله اللطف.
يا رب امين. شكرا لك استاذ اكيد مواصل معك طبعا. ارقام صح لكم 0522 36 10 36 55 6 او من خلال الفيسبوك. معنا فؤاد 33 سنه من ايطاليا. بغيت نسول الشيخ كي ضرني ظهري ورجليا بزاف، مشيت على الطبيب مرارا وتكرارا بدون جدوى، ما عرفتش شنو السبب. نعم، اذا مشى الطبيب مرارا وتكرارا اسال الله له الشفاء، يسال الله الدعاء ويعمل الرقيه ديالو لنفسه او عند غيره طلبا للشفاء لا اقل ولا اكثر، واسال الله ان يشفيه. لبنى كتقول سلم اختي عافاك، انا كتشدني الخلعه في المعده ديالي وانا ما دايره والو، والخلعه شدني بزاف بحاله دايره شي حاجه، ما عرفتش شنو السبب. نعم، هذه الحاله اختي سلمى كتكون عند بزاف النساء وحتى الرجال، كتجي واحد الخفقان هنا عند فم المعده وكيحس بالخوف شديد وكيبدا كيترعد بزاف، يعني من الاعراض اللي يقدر يكون نعسه بنهار تقرق بعيه شي حاجه كينوض كله تيغزل وكيصفق هكا. نعم. كاين هذه الحالات. كاين عاوتاني اذا جاءه يعني خبر مفاجئ يقول له شي واحد حنا غادي نمشيو للمكان الفلاني ولا غادي يمشيو للعرض الفلاني او ورقه وكذا كيسبقوا هذا الخوف الحاد. نعم. فهو كاين هذا حاصل. الا بذكر الله تطمئن القلوب، عليها بالرقيه وقراءه سوره يوسف ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله تعالى باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم، جزاكم الله الف خير. عندي مشكل ديال الحساسيه ديال الغبره، بغيت شي وصفه ديال العسل. العسل كله جيد ان شاء الله تعالى باذن الله، وصلى الله الله يشفيه من يعني بزاف. العسل في الماء راه مفيد في هذه المساله ان شاء الله، وحتى اكل يعني الشهد ديال النحل بعد ما كناكلو هكذا ديك كتبقى ديك العلك ديالو كنبقاو مضغوره، مفيد لصحاب الربو والحساسيه. واضح. حاتم السلام عليكم، شكرا لكم على هذا البرنامج، بغيت طريقه رقيه المس. قلنا يعني دائما استشعر كتاب الله عز وجل، ملي تقرا كتاب الله فهم المعاني ديالو، ولو فاتح الكتاب يشفيك الله بها ان شاء الله. اذا ناخذ اول اتصال معنا عمر من قلعه سرغنا. السلام عليكم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام عمر، مرحبا. خير اختي لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يجزاك بخير، بغيت نهضر مع الدكتور. تفضل. مرحبا استاذ. مرحبا سيدي، مرحبا بسيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. نعم سيدي. عندي مريضه. نعم سيدي. وعندها شي حاله، عندها شي حاله دوك هي سميتو، الا مشينا عند الدكتور النفساني كيقول لك راه عندها الاعصاب. نعم سيدي. ومشينا عند المعده قال لك عندها المعده، وهي ما عندها هي سميتو فعلا درنا لا في زيت، درنا التحاليل، درنا الرتيو ديال المعده و... نعم. وذاك الشيء كيكون عندها من عند البروط وكيطلع عليها الصداع من الراس. نعم نعم. والصداع كيشدها من 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 البطن ديالها، من من عند البوط ديالها. نعم. من عند البوط ديالها وكيعطيها عليها العرق. واش نعم واش كيكون عندها واحد شي حاجه واقفه لها في الكرش ديالها وكتضرب بحال ضربات القلب، كيكون لها واحد شويه شي حاجه سميتو بحال شي عرق كيضرب. اي كيضرب هو هذاك. نعم 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 ان شاء الله تعالى. واخا سيدي ان شاء الله تسمع الجواب. خديجه من اكادير. السلام عليكم خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام خديجه، مرحبا. دايرين اختي لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك خديجه. دكتور لاباس؟ الله استاذ لاله معك، مرحبا بك لاله، الله يطول عمرك. خويا بغيت نسولك على واحد السؤال. عندي واحد البنت عندها 20 عام. نعم. اللي كان عندها 4 سنين. نعم. جاها البرص في واحد البلايص. وديتها لعند داها لي الوالد ديالي، ما انا ما كنتش عارفه، داها لي الوالد ديالي عند هادو اللي كيحزوا البرص باش نعم. ما يتزاد. نعم. ودار ليها واحد الحجاب وقال لي دفنيه وما عمرك ما تهزي، ولكن دابا جاني بحال الوسواس، كنسمع كيقول لك داك الحجاب ما مزيانش، ياك ما يضرها، ياك ما شي حاجه. وبغيت نسولك واش نحيدو، لحقاش عارفه فين كاين. نعم نعم. وخصو اللي يضرها في المستقبل ديالها وفي العمل ديالها. هذه البنت، هذه البنت شوفيت بهذا الشيء؟ المهم البرص ما تزادش ليها مازال، يعني بحال كيحدو محدود. إلا كان هو كاين آية قرآنية كيقولوا كيحدو به وكذا، بالتالي هذاك الكتاب حيديه، خصوصا إلا كان فيه كتاب الله عز وجل حيديه وممكن تخلصي منه، ولكن لا يعني أنا أقول لك إلا كان فيه شي حاجة شركية تخلصي منه وشيء آخر لا أعلم. واضح. إذا شكرا لك خديجة. إذا نرجعوا للمستمع اللي طرح عليك المشكل ديال. نعم أختي سلمى، هذا الأخ كيقول على الجوجة ديالو، هذه الأخت أصيبت بحالة نفسية، صلى الله له الشفاء، ثم بالتالي الحالة النفسية تؤدي إلى المرض العضوي، وهذا يعني حاصل. الحالة النفسية يعني أحيانا كتوصل مولها المرض العضوي، والحالة اللي ذكر ديال البطن ديالها راه عندها القولون العصبي، هذا القولون العصبي كيأثر عليها ويدير لها التعرق ويدير لها النبض اللي هنا كيكون عندها بحال الدقة ديال القلب كيكون، بالتالي راه كاين العلاج ديالو بالرقية باشياء اخرى ان شاء الله تعالى. واضح. فطومه مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم فطومه. السلام عليكم ابنتي. عليكم السلام، مرحبا. والله العظيم الا انا فرحانه اللي شديتكم هذا النهار، لان اول اتصال ليا بالاذاعه وكنشكركم بزاف على هذه الاذاعه، والله يطول عمركم والله يخليكم. لان كتخدمونا الله يعمر ربي يكون معكم. ربي يخليك، بارك الله فيك لاله. هادشي اللي كنطلبوا، بغيت حبيبه نهضر مع الاستاذ، الله يطول عمرك والله يطول عمره حتى هو. امين امين. الو استاذ. مرحبا بك لاله.
شخبارك سيدي لاباس عليك؟ الله يطول عليك، ما غاديش نطول عليك سيدي، الله يجازيكم بخير على هذه المواضيع، وراحنا محتاجين لهذا الشيء، ما نكذبش عليك، راحنا محتاجين لكم، لان هذا الوقت كتعرف الامراض كثرات والشعوذة كثرات وكل شيء كثر. المهم ما ندخلوش في التفاصيل. اللي غادي نطلب منك اولدي الله يعطيك الصحة، عندي وليدات بنتي عند الوليد عندها 3 سنين وعند البنت عندها 6 سنين، ودائما دائما معرضين للمرض كيف ما بغى يكون نوعه، هذو حلاقم، هذه حساسيه، هذه هذه هذه، وعينا ولدي بالاطباء وعينا بكل شيء، ولكن بغيت ما عرفتش اش غادي نقول لك. رحنا حرنا مؤخرا عاد فتح الوليد حيد الحلاقم، ودابا البنيته جاوها الحلاقم حتى طيحوا لها، حتى ولاو عند هذوك الولاد في كرشها وكيدروها ركابها، ودابا بغيت نعرف اش غادي ندير. الله يطول عمرك والله يجازيك بخير. حنا ناس الحمد لله على قد حالنا، كنتقي الله وكنقرا القران وكل شيء كيصلي، وهذا الشيء اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، وحنا رجعنا في الله، راه ماشي سهل، راح ديما كنترجوه. مرحبا ان شاء الله. شكرا لك فطومة، ان شاء الله تسمعي الجواب ديالك. ناديه من شياد، السلام عليكم. ناديه عليكم السلام، اختي كدير لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. عطيك اختي بنسول الدكتور اللي معاك اللي بيدير الرقيه الشرعيه، كيفاش نديرها؟ يعني الطريقه ديال الرقيه في البيت. ايه ان شاء الله تسمعي الجواب. ناديه شكرا لك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، بزاف كنشكركم، هذا واجب. شكرا لك ناديه ايضا على الاتصال ديالك. اذا بالنسبه للفطومه المشكله الوليدات الصغار، نعم. هادو لازم ترقيهم من العين بالمعوذتين، يعني دائما تواصل معهم هذاك، وحد عاوتاني حتى عطاتهم ميه ديال فيها عسيله، يعني واحد المعلقه، وعليها فواتح سوره البقره وسوره الفاتحه والمعوذتين كان اولى. ثم بالتالي دائما ملي يكون عندنا دائما كنرجعوا للاصل، اذا كان هذا الاب يتحرى اكل الحلال فلا يخشى شيء ان شاء الله تعالى. وثم بالتالي كاين بعض يعني الناس اللي يطعموا اولادهم الحرام ولا يعيدهم، لا اسال الله، لا اقول على هذا السيد، احنا كنقولوا عين باب هذا، فدائما نطعم اولادنا حلال كي ما نوصلوش بهم الاطباء وكذا، وبالتالي كاين الناس اللي مصدر ديالهم حلال والله يبتليهم هكذا، فبالتالي نرقي اولادنا ونطعمهم حلال، واسال الله لها الشفاء ان شاء الله تعالى، ولا تخاف اي شيء حاجه، مساله العين ممكن تحصل هذه الامراض ولا يعيد بالله ان شاء الله. نعم. اذا السلام عليكم، كنشكركم بزاف اختي سلمى والشيخ ديالنا، انا متابعه البرنامج ديالكم دائما. بغيت نسولكم، انا فاش كنقرا القرآن بعض المرات كنسها، كنولي نفكر في مثلا خاصني ندير شي حاجه نشقاها او اي حاجه، يعني كتسها. وكي سؤال ديالي كيفاش ندير باش ما نسهاش، واش القران واخا نقراه بصمت يعني بشويه زعما، وبغيت الشيخ يدعى معايا بالزواج جزاكم الله الف خير. نسال الله الله يهيئ لها الجو الصالح هي وبنيه المسلمين كافه اجمعين. ثم بالتالي هذه المساله ديال السهو تحصل على الكثير من الناس، كنا كنساو، كلمه انسان هي مشتقه من النسيان، كما قال الله عز وجل ولقد عاهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، الانسان بطبعه ينسى كثيرا. ثم الى زاد النسيان عن حده وصل هذا، لان الشيء اذا زاد عن حده القلب الى ضده، فبالتالي نشوف شنو هو العلاج، الا كان مرض عدوي راه خصو يتعالج، راه كيتعالج بعقاقير وكذا ادويه عند الطبيب. ثم بالتالي الا كان عيره خفيف راه استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومعوذتين وكثر من قولي لا اله الا الله. الدعاء ارسلنا لك الله الدعاء. بالتالي الاخت اللي كانت قالت على الرقيه قلنا ولو فاتح الكتاب، فاتح البقره، الاواخر ديالها، المعوذتين، هذا جيد للعلاج. اذا كان عندنا الحاله وما فهمناش كنمشيو عند راقي اللي يكون يعني مختار باذن الله عز وجل، نعرضوا عليه الحاله وغادي يفسر لنا الحاله ديالنا بدون تشخيص، والكلام فارغ عندك وعندك وعندك، وندخلوا في متاهات اخرى، ما بغيناش هذا الشيء ان شاء الله. نريد من الرقاة أن يكونوا رقاة نزهاء يساعدون المرضى النفسيين أو الغير المرضى النفسيين، سواء كان أمراض روحية، يعبروا بهم بر الأمان بسلام ونوصلوا للغاية، ونحبوا الناس في كتاب الله، مش يعود نخافوا من كتاب الله يتقرأ عليهم وغادي يطيحوا ويعرسوا ويبداوا يغوتوا، هذا راه لا يعني لا أساس له من الصحة. واضح استاذ. اذا نقراو بعد الاس ام اس على 5566. سلام، عافاك، انا مريضه، كتجيني العاده الشهريه ما كتوقفش، هذه مده ديال 4 سنين، من مشيت عند الطبيب كيقول لي ما فيك والو. هذا اختي اذا كانت وصلت لواحد الاستحاضه اللي كتكون هي غير مرضيه، او كتكون يعني كثرات، المراه كتلقى كل نهار واحد النزيف يعني كثير، كتبقى كتجري بالدم. نعم. فهذه كاين علاج، اما كترجع المال ديال الطبيب، يعني كيكون مرض في الرحم او شي حاجه يعني في الدات مطالبه هاد السيده، الطبيب كيعرف الاختصاص ديالو. بالتالي حنا عندنا يعني مختصين روحانيين، كيكون اختي هذه بعض المرات العيله اللي كتكون اختي في سلمى ديال الرحيم كتكون نزيف، كتكون اختي يعني مالوها، بعض الحالات كيكون مالوها سحر، وكاين الحالات اللي كيكون مصدر ديالها نفسي، وكتمشي على الطبيب وما كتلقاش العلاج. فبالتالي كاين الحمد لله في الطب الروحي كاين العلاج ديال الحالات ان شاء الله. ان شاء الله. بهيج من فرنسا، السلام عليكم بهيج. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكركم على هذا البرنامج، الله يجزاك بخير. العفو. بغيت نتكلم مع الاستاذ المحترم. مرحبا. تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. سيدي الله يجزيكم بخير على هذا البرنامج. انت سهل الجزاء. لا يجزيك بخير. كنت عندي واحد كنت على القضيه ديال غسل الكلاوي والبولا. كنت عندي واحد العسل ربع كاس ديال العسل ومع ليمونه معصره. واش تشرب في كل وجبه؟ واش ما دافي ولا ما عادي؟ الماء يكون مغلي وبقى دافي كنزيدو كيكون ربع لتر ديال الماء داك الكاس اللي كنحطو في المائده عاده، ثم معاه سيترونه حامضه يعني ليمونه معصوره، ومعاه ملعقه زيت زيتون حره، ومعاه ملعقه عسل، ويمزجوا الكل ويشربوا على الريق وحتى في الليل مع النعاس، ولما لا فيه شفاء ان شاء الله. شكرا بهيج من فرنسا. نشوفوا نوفل مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم نوفل. الو نوفل. السلام عليكم نوفل، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، بغيت نسول الشيخ اللي معكم. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. السلام عليكم سيدي. السلام سيدي. أنا أشكركم على هذا البرنامج وعلى المعرفة ديالكم والعين ديالكم. نتمنى الله أن يوفقكم بالخير. الله يخليك سيدي. عندي واحد المشكل وقع. متزوج هذه 11 سنة. نعم. وزوجتي كانت محجبة وكان وقع لها واحد الحادث في عقد القران ديال الاخت ديالي، انه كان جابوا ذاك العيسى هو ديال الذكر الى اخره. نعم نعم. وهذه معروفه في عند الناس، خصوصا الناس ديال الكنائس معروفين. نعم سيدي. هذا فلم يكن الا الذكر، يعني الذكر ديال الله سبحانه وتعالى الا انه كان طاحت. نعم. فمن ذاك الحين وقع اشكال، ولا كيجا الم في الراس، الم حاد، فاضطرات على انها تستغنى الحجاب ديالها، واستمر معها داك الشيء حتى لواحد المده الى غايه الاحد الماضي. فحضرنا واحد السابع ديال العائله ديالها، فكان كذلك الذكر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاش كيوصل الذكر ديال محبه الرسول صلى الله عليه وسلم، اي حاجه جمله فيها محبه الرسول او الاشتياق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتصرخ صرخه وحده ما كتحسش براسها، فاش كطيح حاجه وحده اللي لاحظت وهو انها بحال اللي تجبد شي شويه. فما عرفتش كيفاش. استاذ وين سول خويا الله يطول عمرك، واش هذا الاخت عندها شي طريقه يعني الذكر، عندها شي ورد معلوم كتعملو؟ لا ما كاينش زعما. واخا رجع معك في الاحتفال، الاحتفال اللي كنتو كدرتو، واش ديك الطريقه اللي كتكون عند اهل المكنز ديال العيساوة ديال الحضره وكذا باسم الله؟ لا كان ماشي حضره، لا ماشي حضره، كان كتكون فيها افراح، وكاين هذيك قوموا تمدحوا لله. نعم. كاين اذكار، يعني ما كاينش حاجه متعلقه بالجن، لان احنا ناس مؤمنين. لا احنا لا 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 عرفت. الا ديك الطرق، طرق الاعراف، الانسان ما كيقدرش يفرض على العائله ديالو انه يدير الطرق راه حرام. لا غير عاد نقول لك اخويا، يعني ملي كانت هذيك اللي كتكون هذيك الجلسه اللي فيها هذاك المدح وكذا، كيكون فيها الطبل وكذا، وفيها يعني بعض الطقوس المعينه اللي ديال الذكر، يعني فيها صلاه على رسول الله، فيها الهلاله، فيها كذا. ايوه. نعم. مرحبا اخويا، تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. شكرا لك نوفل. اذا مازال مواصلين معكم. نعم. طيب بالنسبه للمشكل ديال الزوج ديال نوفل، دابا الاخت ديالي سلمى، كيف الاخ كريم؟ لا شك انه من عائله محافظه ان شاء الله، ويعني وناس يعني ربانيين، ولكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع ان يعني نزفوا يعني هذا الكلام للناس فعلى ما سمعهم باش يعرفوه. الاخت ديالي كاين يعني حضرات اللي كتقام، وهي في الاساس يعني تستتر وراء ذكر الله عز وجل من الهيلله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم ان هناك في هذا المكان الحبيب الذي في بلادنا عندهم حتى واحد العاده كتكون في ميمونه وفي عيد المولد النبوي وكذا، كيدخلوا بواحد الطقوس، وعلمنا ان اناس كثيرون اصيبوا بهذه الطقوس، يعني كيدخلوا بالحضره. نعم اصيبوا بمس يعني نفسي. نعم. يعني ما يخافوش الناس، مس نفسي لا. نعم. اقل ولا اكثر، فيمرضون وتصيبهم علا الروحيه ولا يدوب، لا خصهم يلزموا من عليه. ثم بالتالي هذه الحضرات الناس يعني كياخذوا الحال، ياخذوا فيها. وهناك مقدمة لابن خلدون رحمه الله يقول: فمتى كانت عبادة بشطح وردح؟ فهنا يعني هنا مدخل الصوفية، يقول يعني هذا في باب نحن نحب الله ونحن ولهونا، ويقولون منهم يقولون اسم الذات الله هو كذا، فبالتالي يدخلون، فهذه جلسات يتخللها الشيطان.
فيلبس على القوم. فهناك تلقى ولهن ويعني بذكر الله وكذا والجدبة والحيرة وكذا، كتكون هذه المسائل. وكاين اللي ما كتكونش فيها الجدبة وكذا، ولكن السامع يتأثر بهذا حبا في رسول الله وكذا، ولكن لا يمنع أن فيها الشيطان والعياذ بالله، لأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحضرات التي تكون هكذا بالطريقة وكذا. فلا يمنع أن الإنسان يتلبس نفسانيا لا أقل ولا أكثر. والسيدة إذا يعني قرأ على آية من القرآن وثبتنا بذكر الله عز وجل تشفى بإذن الله عز وجل إن شاء الله. السلام عليكم الأخت سلمى، شكرا على هذا البرنامج. الله يخليك. بغيت نسول الأستاذ واش السحر المدفون يبطل عن طريق الرقية الشرعية دون استخراج هذا السحر جزاكم الله خير؟ نعم نعم نعم، بدون استخراج يبطل، وإذا استخرج بطل من أصله أو الثاني. فطرق كثيرة طرق كثيرة لإبطال السحر، حتى الطرق الوهمية عند المرضى لا هو معدول السحر ولا كذا، إذا كان الراقي متحنكا وعارف كيدير غادي يبطلوا لي إن شاء الله في الدهن ديالو غادي يشفيه الله إن شاء الله. سلام أستاذ، أنا ولدي عنده 12 سنة مازال كيسبول، إلى ممكن شي وصفة؟ الله يجازيك بخير. الوصفة أختي راه كاينة عند الطبيب إن شاء الله تعالى بإذن الله. يعني إلا مشى الطبيب يعني غادي يشوفوا ديال المسالك البولية، كيشوف العلة ديالو واش ماشي نفسية ولا كذا، وكيعطيه الدواء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذا أستاذ مازال مواصل مع دائما أستاذ فؤاد الفرقان الإدريسي متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. إذا لحظة غنتوقفوا مع أذان الظهر بتوقيت الدار البيضاء والنواحي، الله يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مازال مواصل معكم دائما برنامج حصن نفسك مع الأستاذ فؤاد الفرقان الإدريسي متخصص في العلاج بالرقية الشرعية والطب النبوي. دائما موضوع ديال الحلقة الرقية الشرعية تعريفها وطرق الاستعمال. أيضا فاطمة الزهراء من خريبكة. السلام عليكم فاطمة الزهراء. عليكم السلام، كدير لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. كدير الصح ديالنا لاباس؟ مرحبا لله الله يطول عمرك. بغيت نسولك شيخ، دايره نتبع الرقيه بشي تاع واحد الاخ في الدار البيضاء، دوز عنده خطرتين جمرات ولي عندك النفس العاشق. اييه. وملي عقبت هذه المره الثانيه قال لي صافي ما بقاش عندك والو، ولكن انا باقا كنتقرع وكتسمع. هذا هو المشكل. الراقي الحمد لله الله يجازيه بخير قال لك ما بقى عندك والو، ولكن انت بغيتي يبقى. الحمد لله. الحمد لله. انت بغيتي يبقى عندك وغادي يبقى عندك غيبقى عندك، الا ما بغيتيش يبقى عندك ما يبقاش. بغيت نتاكد هذا باقا تنتقرع بزاف ولا كد مزيان عادي؟ هذا عله في المعده. هانتي قلت لكم دائما الاخدي كتمن ما القوي ما كيتحركوا ذاتي كامله كتحرك ما كيحرك لا جل والو والو، كله شعور نفسي من عندك. والله يرحم والديك. والو بنتي ما تخافيش، وانت غادي تسمعيني تجاوب ان شاء الله مزيان ملي قلتي لي هذا السؤال، عندك فيه الاجر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك فاطمه الزهراء. شكرا. يلاه ام ادم من مدينه الدار البيضاء. السلام عليكم ام ادم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بارك الله فيك. تحيه لك وتحيه للدكتور والطاقم. شكرا لك. اختي بغيت نسول الدكتور على واحد الحاجه. استاذ اختي مرحبا بك اختي مرحبا. خويا راك وليت هاد الايام ماشي شهر هذا وليت كنتعصب بزاف و... يعني الدرجه ما كتصورش ليت حاجه بسيطه كتعصبني. دابا الدري ولدي الا كان دار شي حاجه كيعصبني هذا كان ما كنش عارف. ام ادم اذا كنضرب في خدمه التواصل معها. اذا ربما بين السؤال ديالها باين اختي انا الاخت الاولى اختي اللي سولتها اختي سلمى كتقول لك راه دارت الراقي عند شي راقي. الحمد لله هذه هادو هما الميزات اللي بغينا ديال الراقي. هي لو وصل غير الرقيه وحده وقال لها لاباس مزيان، وصل جوج وقال لها هذاك مزيان، وصل ثلاثه حتى اربعه وقال لها ستوب هذا راقي بغينا بحال هاد الرقاد الحمد لله. فبالتالي هو قال لها ما بقى عندك والو، ما عندك لا مسدابه ولا كذا، صافي ما بقاش تفتش. يعني كنقول في مثل المغربي اللي كيبقى يعني يحفر في التراب كيضربوا الحناش، يعني صافي شفاك الله ما بقيتش. ثم بالتالي هذا السؤال اللي قالت الاخت راه واجه، هي شفاها الله عز وجل. ها حنا راجعين على نقراو كتاب الله على مراد الله مكتبي، الا عرفنا القران شفاء صافي راه قال لك راقي شفيتي شفي، والا كيبقاو الناس والعياذ بالله بكثره هذا القيل والقال في الرقيه وعندي وعندك، كيعود عندهم واحد الشك واحد الريب، وكتعود عندهم واحد عدم الثقه في الراقي وحتى في كتاب الله والعياذ بالله. هذه هي الطامه الكبرى. فكيبقى كيقول لك شي حاجه كتحرك لي يا اخي مالك، كنا كيتحرك فينا شي حاجه في الداخل راه عادي، هذا الشيء كله الذات ديالنا راه كتكلم. واش ما بغيتوش تنمل علينا حاجه؟ واش ما بغيتوش تتالم في الدار ديالك؟ وما تربطوش الامراض العضويه بمرض روحي. نعم راه هذا الشيء راه كله راه غيدينا على جد الطريق وعلى وغادي يخرجنا والعياذ بالله على 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 دائره التوحيد والعياذ بالله. فبالتالي قال لك الولد السيد شفيتي ثقي فيه وثقه في الله عز وجل شفاك الله، والا هو عنده الربح يبقى يقول لك جي عندي كنوبة. نعم. هذه هي اللي بغينا نقولوا. ثم اختي غادي نعاودوا نرجعوا واحد النقطه بسيطه الاخت ديالي. ايه الاستاذ. عن عبد الله العامري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهذا من شدة تأثره صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم.
هكذا أنزل القرآن، نقرأه بالتدبر فهمتي، ويخرون للأذقان للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. راه حنا درنا غير كيغوت به الجن. واعي عبد الله ديروا بالكم، راه النهار فاش كتكون في الجلسة عبد الراقي راه ما حاضرش معك الجن، حيدوا هذه الفكرة، راه هادشي كله كذب. راه الجن الشيطان اللي سمع الآذان والقرآن ولا هاربا فر. انت ملي كتكون عبد الراقي تسمع كتاب الله باش تجيك الرحمة، قلنا كما قال لعلكم ترحمون، هكا نسمعوا كتاب الله. ثم روى الترمذي عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود وأخوته. هذا رسول الله ظهر فيه الشيب في وجهه صلى الله على رسول الله، فيعني رسول الله كان يحبه. قال يا رسول الله أراك شيبت يا رسول الله، قال شيبتني هود، هذا هو معنى القرآن، شيبتني هود وأخوته. وأخوته هود شنو هي؟ هذا الذي نقرأه على الجن لازم احنا ندبروه قبل ما نقراو على الحاله ديالنا. الا دبرناه والله الجن غادي يفر من الطريق ديالنا، ما غاديش يلقاو عندنا المرض الروحي بتاتا باذن الله. شيبتني هود واخوته، اخوته هود ما هي؟ الواقعه والمرسلات والنبأ وعما يتسالون. وانا في الرقيه ديالي دائما الناس اللي كيسمعوني دابا كنقرا عما يتسالون. ليش كنقرا؟ واش كنقرا على الجن؟ والله ما اقرا على الجن، اقرا على انساني هو بنفسي واقرا على نفسي. علاش؟ ندبروا هذيك الايات اللي في سوره عما يتساءلون، لان ايات الكون وتدبر في خلق الله وانه على كل شيء قادر وانه يوم الحساب ويوم الوقوف بين يديه، فكيف يليق لهذه الجن والعياذ بالله ان يحضر معي؟ بتاتا لا، ما يمكنش بتاتا. واذا الشمس كورت، لانه كله كتكلم على اليوم الاخير وعلى يوم القيامة، فلنعد لهذه الأشياء لهذه الأسئلة جوابا عند الله عز وجل. وحتى الرقاة يحاولوا اتقوا الله عز وجل، وحتى المرضى يتقوا الله فأنفسهم، سنسألوا على هذه المعتقدات الباطلة والعياذ بالله. نعم واضح. نعم. رشيدة مقلنا ترى. السلام عليكم رشيدة. السلام عليكم الأخت كدير، لبس عليك. الحمد لله بارك الله فيك تفضلي. كدير الدكتور لبس عليك. أستاذ محبب كلمة. ما يجزيكم بخير على هذا البرنامج، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. خويا نهضر مع الدكتور الله يعطيك الصحة. مرحبا بك لالا مرحبا. خويا انا كعدلت بزاف نعس عليا، ما كنعس لا بالليل ولا بالنهار. نعم حياتي جايب، ما كنعس لا بالليل ولا بالنهار. شوفي اختي رشيدة حاولي تمركزي، سمعتي نفسك والله يجعل دموعك فرح. وبنتي حاولي شويه باش نفهموك، حيت الا تخلط البكاء مع الكلام ما نسمع منك والو. الله يرضي عليك، ما كاينش علاش تبكي، ما كاينش علاش. عذبني الجن بزاف. عذبك الجن؟ علاش؟ البارح جيني واحد الراقي لقاني البارح من السودان. القاك؟ القاك؟ لقاني باقي الان كنحس بصحتي، دار معايا عاوتاني رجال عندي. بغيت انا ماما تعطيني النمره ديالك الله يرحم الوالدي. الله يجازيك بخير. مرحبا بك انت يا بنتي، ما تبقاش تبكي باش تفهمي، باش تفهمي ان شاء الله غادي يكون خير، خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. ربي دايما يا شوف يا بنتي، اسمك الله، اسمك الله رشيدة. رشيدة والله العظيم الامر لا يحتمل وجهي، يعني ما كبرنا الحزمه والله العظيم، لا حزيمه صغيره غير كبرتيها في نفسك، سهله وبسيطه باذن الله عز وجل ان شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك بنتي، الله يشفيك، الله يجيبك الشفاء رشيدة. لا حول ولا قوه الا بالله. على اي حال اختي انا ما زلت اذكر والله، ليس يعني هذا الشيء الاشاره ولا كذا، مرحبا بها وشتشفى باذن الله عز وجل. وبالتالي الناس اما يتصلوا على الناس اللي مختصين في الاذاعه وياخذوا الرقم، او يديروا عنوان مركز فؤاد الفرقاني الادريسي اليوتيوب، غادي يخرج لهم الرقم والساعه وحتى الاوقات. حيت كاين بعض الناس اللي كيجيو في الوقت اللي كنسجلوا هنا كيجيو كيبقاو يتسناو. انا كنقول لهم ما تجيوش من الاثنين حتى الخميس، يكونوا حتى العشيه من 3 ونص كنبقى حتى 8 ونص، يعني باش مساكن ما يتعذبوش ويضربوا المشقه. وبالتالي هاد البنت غتشفى، انا كنزف لها البشره، راه غيشافي الله عز وجل، ما تخافيش. وهذا الحاصل والناتج اختي سلمى بارك الله فيك، هذا ما فعله الرقاة والعياذ بالله في اذهان الناس، كبروا لهم من شان الجان. ورب العزه يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وانتم كبرتم من شان الشيطان هذا النجس، هذا الوقح، هذا الذي طرده الله من رحمته، فكيف يعني تكبروا من الشأن ديالو وتخافوا حتى ندمروا الحياة ديالنا والعياذ بالله والمعتقد ديالنا؟ راه هذا أختي والله هذا الذي ألمنا وهذا الذي فطر قلبي والعياذ بالله. سأل الله اللطف يا رب. أمين. أمينة من طنجة، السلام عليكم أمينة. السلام. مرحبا أمينة تفضلي. مرحبا بك لالا، مرحبا بك. استاذ انا كنت مرفوعه وفحال اللي ما بقيتش كنعقل وهادي، وكنت مشيت لعند الطبيب قال لي عندك الاعصاب. دابا كنتسبها مع الطبيب النفساني، كيعطيني الدواء ديال الاكتئاب
دابا واخا كناخذ ديك الدواء الاكتئاب رجعت بحال ما كان عقالش على الحاجه الى عملتها دابا البارح الى عملتها بحال البارح كما بحال عملتها بشي 10 سنين ما كنبقاش عقل عليها ومشيت باش نعمل الرقيه الشرعيه باش كنمشي نعمل الرقيه الشرعيه كيبداو كيبدا يقول لي بلي خصك تنسيا فيك الجين فيك الشهر خصك ما نعرفش ني هذه ما عرفتش لا تصدق لا تصدقي هذه الاشياء كلها بالبت اللي كيقولوك عندك وعندك وعندك باش ما تدخلوش في مشاكل اخرى اختي يكفاك هذاك الشيء اللي فيك سأل الله الله يخفف عنك وانت غادي تسمعي جواب الاخت نعم نعم بنتي نعم نعم بغيت تعطيني شي حاجه الله يخليك شي الاكتئاب سمعينا الجواب ان شاء الله العلاج اللي نعالج اللي تعالج به ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك لاله الله يشافيك بعد اذا امينه طنجه غنرجعوا نعطيوك العلاج ديالك ربما كنا هضرنا على التلبينه الفعاله ايضا من المسائل ديال الاكتئاب نعم غادي نزيدوا ان شاء الله سميره من الناظور السلام عليكم الو السلام اخت كي دايره انت مزيانه الحمد لله بارك الله فيك سميره بغيت نهضر مع الاستاذ ان شاء الله تعالى واخا استاذ كان في المس لمده 10 سنين او 11 الله اعلم ودابا الحمد لله بريت صراحه فضل الله وبالاخر صراحه ما خليت ما فين ما مشيت ما خليت ما درت داكشي نتاع التعويض وعاونت راسي بالتحصينات وداكشي بالايات الكرسي الحمد لله مزيان والحمد لله دابا وليت بخير غير دابا بغيت نقول لك بغيت شي حوايج اللي غادي نتجنبهم باش ما يبقاوش داروا لي زعما يقدر يرجع واش بصح ولا كذو كله افتراء على الله وكذب والعياذ بالله نعم كله افتراء وكذب كله افتراء بغيتي خرجتي من 10 سنين ولا 12 وبغيتي يدخلك في 24 عام واحده اخرى كله كذب هذا بنتي كله كذب تمسكي بحبل الله عز وجل والله هو الشافي شكرا لك سميره من الناظور اذا بالنسبه للمستمع ديالنا من مدينه طنجه نعم اختي هذه حاله الاكتئاب وكذا يعني انا انسق ونقول للمستمع ان شاء الله سانسق مع الاخت سلمى ان شاء الله تعالى وفي هذا الاسبوع بدات ملي غادي نبداو الايات كيف يستشفي بها الناس وغادي نذكروا يعني كيفاش كيبدا المرض هذاك اللي غادي يجي عندنا مرض نفسي حتى يودي بنا الاكتئاب والوسواس فغادي نبداو الناس نساعدهم ان شاء الله تعالى ندعمهم بايات قرانيه وغادي تشرحوا نجيون وغادي نذكروا حتى حالات الاكتئاب اللي وقعت سيدتنا مريم ام يعني ام عيسى عليه السلام حتى يعني فاتت به تحمله فهمتيني فاجاء المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم هذه حاله اكتئاب وهذا هو حال الاكتئاب اللي ما يعرفوا عند الاطباء النفس الاكتئاب ديال الحمل كيكون في هذه المرحله فهي يعني مسكينه هذا فغادي نذكروا هذا العلاج وغادي نذكروا كيفاش العلاج ديالها وغادي نبداو نساعدوا ان شاء الله هاد الناس اللي عندهم حاله اكتئاب بالمساعده ديال الطبيب المختص ديالهم ما كنقولش الناس حيدوا الدواء ولا كذا ولكن غادي ندعموهم بالجانب الروحي وغادي يكون العلاج ان شاء الله باذن الله عز وجل ان شاء الله واضح استاذ فؤاد اذا نرجعوا للاس ام اس ديال المستمعين على 5566 نعم اختي السلام استاذ معك خالد من الدار البيضاء الله يخليك استاذ حنا كنعيشوا حاله خايبه بزاف اختي ديما كطيح والمشكل ان الصوت ديالها كيتبدل كيولي بحال صوت راجل وصوت كيخلع يعني عندنا خوتي صغار ما بقاوش كيبغيو يباتوا معاها أكيد. في نفس الدار الله يخليك استاذ ما خلينا ما درنا ما عرفنا شنو المشكل نعم اختي هذه يلزمها رقيه شرعيه وهذا الرقيه الشرعيه كيف ماشي كنقراو عليها كتاب الله سلمى باش نخرجوا منها الجن لا 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 كتجي هاد السيده كتفهم الحاله ديال انا يعني تحضروني قصه ديال واحد الشابه يعني في الدار البيضاء لما كان عندي يعني المركز الاول يعني فجات هاد الشابه وكانت شرف الله مسامعكم يعني كتنبح نباح الكلبي نعم مش كتنبح والله ما زلت اذكر فلما قرات على شيء من القران وخديت عندها بعض المعلومات والناس راه كيعرفوني ملي كيجي عندي المركز كنبدا كنسول على النقاط واش مرض عضوي ولا داك فقدر نحبسه ونقول له رجع ما عندكش رقيه ان شاء الله الا اللي بغيت تبرك بها فقط لا اقل ثم بالتالي الا كان مرض روحي كنعطيو له العلاج فهاد البنت تبعت مع النقاط اش لقيت الحاله ديالها مصيبه وكل يوم الرقاه اجمعوا ان بها عفريت واخرس ولا عباره عن كلب وكذا وكل هذا كله كذب وكان عير يعني من قبيل الخطا فبالتالي وجدت العله في ان وشاهدت خوها تقتل قدامه فورثت واحد العامل النفسي وعدت كتنبح سبحان ربي العظيم جاءتني في الجلسه الاولى والجلسه الثانيه والله شفيت باذن الله علاش صح احنا لديها مفاهيم حتى هي ما فهمتش الحاله ديالها كتقول واش ملي تاثرت بهذاك البكاء دخلني شي جن وهي لا بقات شديده الحزن على الاخ ديالي اللي كان توفى لا اقل ولا اكثر فخروقات تدرين اختي سلمى سمعت من بعض الناس جاوا عندي يعملوا رقيه والله كاين هناك يعني سيده ولا الله اعلم كيف هي تعمل الرقيه وملي تعطيهم من الرقيه تقول لهم الا
يعني الانسان اذا جاء حشاك حبسوا البوله في الليل تقول له ما تنوضش حتى الصباح. نعم ابقى هكاك موت بديك البوله ديالك. من اين لها بهذا العلم؟ من جات به؟ طيب استاذ يعني هذه نقطه مهمه ربما غنفردوا لها حلقه ان شاء الله. نعم 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 طيب نعم. هاد الناس اللي دائما كيصيفطوا ميساج يقول لك ان مثلا خصو او الاخ ديالو كيتكلموا باصوات غريبه واش دائما كتكون حاله نفسيه هي اللي كتخلي او فعلا نعم هذا هذا اللي قلت الناس اختي سلمى اللي تبعوا من الحلقات انا اقوله هو مس دون مس مس عن طريق الوسوسه من شر الوسواس الخناس الذي هذا الانسان مريض حقيقه لكن لم ياتنا نصحح له المفاهيم ولكن انا شوفي اختي انا غضضت الطرفه أغضبت الطرف واللسان عند حقائق كثيرة نعم. لو قلتها لو وصفنا بالزندقة أو بأشياء أخرى والعياذ بالله نعم. فنحن يعني نتبرأ من هذه الأشياء نخليو الناس يعرفوا حد هذاك وما نجمعوش عليهم وما نجبلوش عليهم بزاف الحوايج راه الحقيقة والله الناس خصهم يعرفوا راه غادي لا يقولوا لا حول ولا قوة غادي نلجأوا لكتاب الله بمعنى الكلمة نعم. ونعرفوا الأخطاء كيفاش عندنا إن شاء الله نعم. سلامة معك شغوف ومحمد مدينة الدار البيضاء شكرا على هذا البرنامج راه كنستافدوا منكم عافاك دعي معنا بخصوص الوالدة ديالي أسأل الله سبحانه وتعالى هو يشفيها ويشفي أمة محمد وكل مستمع أسأل الله الله يعطي كل واحد السؤال ديالو في الحلال سلام جاوبني يا أستاذ الله خليك شنو يقدر يوقع اللي عنده أحجيبة في الدار وشنو هما ورق السدر واش الشجرة كتغرس في الأرض واش عندها شوكات هذه عائشة متزنيت ورق السدر هو الشجرة ديال النبق أو النبق يعني وسدرين وطلع يعني ذكرت في القرآن وسدرين نعم. يعني فيعني عن يعني أمة سبأ لما طغوا أرسل الله عليهم سير العليم كانت عندهم خيرات وفواكه فأبدلهم الله بهذه الخيرات كعطوهم عليه شجرة النبق اللي كيتقوتوا منها شي حوايج قليل يعني فبالتالي يعني مذكور في القرآن وهو يعني فيه شفاء يعني لا في الأوراق ولا في الحب ولا في العجم ديالو كله فيه شفاء ثم بالتالي يعني أخذوا هذا للرقية سبع ورقات كانوا يستعملوه في الرقية مسألة ثانية ذكرت الأختي على الأحجيب وكذا ليس لا. هناك من حاجب إلا الله عز وجل كلها افتراءات وكذب ويعني ما كيش هذه الأشياء نتخلصوا منها باش ما شاركوش بالله ولا إن شاركت بالله لا يحبطن عملك رشيدة من دار البيضاء كيفاش نقدر نعرف أنني مصابة بالعين أو الحسد ما نبقاوش نفتشوا في هذه المسائل رقوا نفوسنا ويعني وعلى الدنيا العفف يا رب سلام انا اميمه كتجيني واحد الحاله كيبقى يضرب قلبي ورجليا كتبقى تضرب ويديا كيتنملوا مشيت عند الطبيب قال لي ما فيك والو وما كنعش مزيان جزاك الله خيرا اذكري الله عز وجل وعليك تلاوه القران بتدبر واللجوء الى الله والكثره من الاستغفار وقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك والله لا أزغنا على المحجة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ومحجة القرآن والله لا نهلك في التو وفي الحال السلام عليكم الله يخليك لي كنت نسولكم على مشكل اللي عندي ديال الالم في العاده الشهري قلتوا لي السلميه والقزبر ولكن ما عرفتش طريقه الاستعمال تنقعهم في الماء ساخن وتخليهم يعني يطلقوا مزيان وتصفي وتشرب فمفيد لها ان شاء الله تعالى باذن الله واضح سلام انا عندي الجوجه ديالي دائما ملي كتكون نعسه كتحلم بزاف كتبقى تغوت هاد السيده كيفاش قد تحلم يعني دائما في فترة ديال النوم دائما كتحلم كتبقى تغوت في الليل كوابيس نومية ترقي نفسها دير الدعاء ديال اللي امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند الاستيقاظ فان شاء الله ما يبقاش عندها شيء ان شاء الله باذن الله وحبذا الى قرات الآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه أشدوا الى اخر الآية فيها شفاء ان شاء الله وفيها يعني هي باذن الله فيها راحة وسكينة وما تحدثش عن هذه الكوابيس النومية مدعمة بآية الكرسي نعم واضح السلام عليكم انا هشام مدينة الدار البيضاء شكرا على هذا البرنامج انا الخدمه ديالي ما كتيسرش ليا وحتى الزواج بغيت شي تفسير المعطي هو الله والمانع هو الله وما حرمك الا ليعطيك وما افقرك الا ليغنيك وما امرضك الا ليشفيك وما ابتلاك الا ليعافيك فلله في خلقه شؤون ولازم الرضا عن الله في جميع الاحوال والله لا يتهم في افعاله فنحن عبيد وكل يعني ما يقع العبيد لازم نتقبلوه بالرحب والسعة من الله عز وجل والله يقلب الأشياء وهو سبحانه وتعالى يدبر أمور العباد كل يوم هو في شأن سبحانه عظيم الشأن ثم بالتالي الرضا عن الله عز وجل ولكل أجل كتاب وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ثم استعين بالدعاء يفرج الله عنك امين اذا كنشكر كل الناس اللي وصلوا معنا كنعتذر من الناس اللي ما استطاعش يقرا نكمل الرسائل ديالهم او حتى لي ميساج فيسبوك شكرا لكل الناس ايضا اللي وصلوا معنا على 0522 36 10 36 استاذ فؤاد فرقاني ادريسي مختص في العلاج برقي شرعي الطب النبوي شكرا لك موعد معك ان شاء الله في يوم الغد في نفس الوقت شكرا المهدي في دلال فقنا في الاخراج والهندسه الصوتيه بقيت اوقات طيبه دائما على شدايفهم في رعايه الله